وانا اللي كنت زعلان على قصه المنتخب الجزائري وموضوع الباصات وموضوع الميكروباصات، بس في ناس قالت لي ان ده كان طلب من السيد جمال بالماضي. بس بصراحه كل ده في كفه، ومشاكل المنتخب التونسي في كفه تانية خالص، اللي هو المنتخب رايح اساسا عنده مشكله مع الاعلاميين بسبب خناقات منزل كبار مع الصحفيين، ولما المنتخب سافر كان في مشكله في موضوع الملابس بتاع المنتخب، ولما المنتخب وصل قعد في مكان بسم الله ما شاء الله مدينة ليمبي، وهي المدينة التي يوجد بها نزاعات مسلحة بين الحكومة والمتمردين. اللي هو ايه يا عم منذر الجمال والحلاوة دي؟ ايه يا بنوايا الحلوة اللي موجودة جوه الفرقة دي؟ طب نذبح حاجة طيب يعني عشان خاطر اللي موجود ده، تقوم ان انت ربنا يكرمك وتخلص كل ده وتعدي بالسلامة وتوصل الملعب، بقى تلاقي الحكم ضارب حاجة وبينهي المباراة في الدقيقة 89، تسكت على كده؟ لا، تقدم احتجاج، فالكاف يجي معتمد نتيجة ماتش مالي، تقول عادي قدر الله ما شاء فعل، الخير فيما اختاره الله. تقرر بعد كده انك ترجع تاني تتمرن، تلاقي التمرين اتلغى. ليه؟ مع معرض انك اللعيبه تضرب عليها نار يا باشا. والله بجد الموضوع هناك في الكاميرون في لبش كتير. اول تمرينه اتلغت، تاني تمرينه اتلعبت بس تحت حراسه الجيش الكاميروني. تخيل انت بقى، اللي هو انت قاعد كده تحت حراسه الجيش الكاميروني وعامل تمرين، اللي هو الله، ده منزل الجبال لما كان بيعمل تمرينات اساسا على هادي كده ما كانش بيدي اي حاجه، ما بالك بقى هو عاطي تمرينه وفي جيش بيحميه علشان خاطر في تهديدات ارهابيه، اللي هو يا سلام ايه الحلاوه والجمال ده. وتقوم النهارده تعمل مسحه للاعيبه المنتخب التونسي، يطلع عندك 6 اصابات، منهم نعيم السليتي افضل لاعب عندك الماتش اللي فات. لا، نعيم السليتي افضل لاعب عندك الماتش اللي فات بتاع مالي، وكمان يوهانتوس جار وسام الحدادي ومحمد دراجر اللي شكلك مش مكتوب لك انك تلعب بيه، ومكتوب لك انك تكمل بلاعيب زي حمزه المسلوسي وديلان برون وعصام الجبالي. الستة تم اعلانهم النهاردة اصابتهم بالكوفيد، بالله بسم الله ما شاء الله. ايه يا معلم المعسكر الحلو ده؟ لا بجد والله، يعني انا بعد كل الهيصة دي كلها اطلب نتائج من منزل الكبار ازاي؟ طيب يعني بعد كل الكلام ده مفترض ان انا عامل منزل الكبار معاملة المدرب اللي هو مفترض انك بص ماليش دعوة بكل الظروف اللي انت فيها دي، سيبك من حتة ان انت بني ادم، خليك انسان آلي معانا، اللي هو ده وهو بني ادم وهو كنت بطلب منه ان هو يشتغل في ظروف عاديه كان بيعاني، ما بالك بقى ان هو شغال في ظروف تحت التهديدات وفي ظروف كورونا وفي ظروف منقلب 60 نيله. انا مش عارف بجد المنتخب التونسي ايه كميه النحس والحظ السيء اللي موجوده عنده دي، بسم الله ما شاء الله. في ايه يا جماعه؟ ما نصفي النوايا شويه يا جماعه عشان ترزق كده وربنا يكرم. في ايه؟ ارحمونا بجد والله. يعني الناس اللي كانت بتهاجم الراجل صعب عليا والله العظيم من كتر اللي بيحصل له في تونس ده في الكاميرون، اسف والله، اللي هو ايه يا معلم الحظ السيء ده بجد والله؟ ايه الحظ المنال ب 60 نيله ده؟ لا 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 لا، بصراحه كل التوفيق للمنتخب التونسي في الظروف المنيله ب 60 نيله اللي هو بيعاني فيها في الكاميرون دي، كل الدعم المنزل الكبار ولاعيبه المنتخب التونسي في الظروف السيئه اللي هم فيها، ويا رب يرجعوا بالسلامه. سيبك ان هم يعملوا نتائج ولا ما يعملوش نتائج، احنا وصلنا لمرحله ان احنا يا رب نرجع بالسلامه البطوله دي ومحدش يجرى له اي حاجه في البطوله دي، عشان خاطر خلاص احنا ما بقناش مستنيين منك كوره ولا مستني منك اي حاجه، انا مستني منك بس ان انت ربنا يكرمك وتطلع بالسلامه، تجي لي بالسلامه تونس وكل لاعب يرجع النادي بتاعه بالسلامه، مش عايزين حاجه غير كده، مش عايز منك نتائج ولا عايز. انا خلاص وصلت لمرحله اللي هو احنا يا رب نطلع من البطوله دي كلها سالمين غانمين، احنا خلاص كده، احنا مش عايزين تتويج ولا عايزين، احنا عايزين نطلع سلام بس لا اكتر ولا اقل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فيا ريت نلم قانون تبرعات ونروح نذبح حاجه في المقر بتاع المنتخب التونسي عشان ربنا يكرم كده والنهايه تبدا تسلك.